بصراحة إحنا في حاجة أن يرد الاتحاد الأفريقي على هذه الأمور التالية. لماذا لم يعلن الاتحاد الأفريقي عن انسحاب السنغال وقت انسحابها وانتظر كل هذا الوقت وبعدها أعلن إنه لا يوجد سوى ملف وحيد هو ملف المغرب، وهو نفس ملف السنة الماضية. ونكرر، لا توجد لدينا مشكلة مع أشقائنا في المغرب، خلافنا فقط على قرار الكاف. في بيان الكاف التوضيحي الذي أصدره من 12/5 قال فيه إنه استبعد في البداية ملفات نيجيريا وجنوب أفريقيا من تنظيم دوري الأبطال، لأن الملفين دولت غير مكتملين، في حين إن بيان الكاف الذي أصدره بتاريخ 11/5 إنه منح حق تنظيم نهائي الكونفدرالية لنيجيريا، الذي قال عنها في بيانه السابق إن ملفها غير مكتمل. هذا أمر يثير التساؤلات ويحتاج لتفسير. طالما الكاف سمح لنيجيريا أن تستكمل ملفها وتعود لمنافسة على التنظيم، لماذا لم يمنحها تنظيم بنهائي دوري الأبطال؟ لماذا لم يمنحها تنظيم نهائي دوري الأبطال وفقا للطلب الذي تقدمت به من قبل، خاصة إنه لم يسبق لها تنظيم هذا الحدث، لكن الكاف منحها تنظيم نهائي الكونفدرالية ومنح المغرب تنظيم نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي. ولماذا لم يمنح الكاف بقية الدول فرصة استكمال ملفاتها مثل جنوب أفريقيا التي سبق وأن طلبت تنظيم دوري الأبطال، ومصر التي طلبت تنظيم نهائي الكونفدرالية؟ في بيان الكاف يوم 9/5 والذي أعلن فيه إنه أهدى تنظيم نهائي دوري الأبطال للمغرب، لم يذكر اسم الملعب الذي ستقام عليه المباراة. وأقيمت المباراة في المغرب، ده صحيح، لكن على الملعب الرسمي والمعتمد للفريق المنافس لدى الكاف. هل هذه هي قواعد اللعب النظيف؟ وكمان بقى على العكس، في بيان الكاف الذي أصدرهم 11/5 وقال فيه إنه أهدى تنظيم نهائي الكونفدرالية إلى نيجيريا، حدد ملعب بعينه في نيجيريا تقام عليه مباراة، ذكر اسم الملعب، أرفق صورة الملعب في البيان الصادر. لماذا كان هناك غموض في البيان الأول ولم يذكر الكاف اسم الملعب وذكر اسم الملعب في البيان الثاني؟